جد شي قلك. صباح الخير، صباح الفل، الناس الكل سحرورة كالعادة. جبت لكم الابراج وتقولكم ركزوا معايا، حتى لو كان عكستك الظروف يا حمل، ثابر وكرر المحاولات. ديما حط في بالك اللي اليوم خير، وما لازمكش تتخلى عن طموحاتك مهما صار ومهما تكلف. لما الثور قاعد تواجه في حياتك المهنية في برشا مشاكل، لكن لازم تكون وجهة النظر متاعك واضحة في المواقف الكل. الجوزاء اليوم جايب لك معاه تغيير وإلا عرض مهم، دونك مارس خدمتك بشكل طبيعي واستنى الخير تو يجيك. السرطان ما تحاولش تلعب بعواطف الحبيب، كون صادق معاه باش ما يجيش نهار وتتحط انت في بلاصتو. الاسد نهار مهم ياسر على الصعيد العاطفي، خاطر عواطفك الجياشه تغمر الحبيب، وهذا اللي ظهر له من خلال معاملتك المميزه معاه. العذراء يا عذراء، انت اليوم الملك ولازمك تسترخي وتتمتع بالملذات، خاطر اليوم يومك، شيخ واستمتع وسورتو بروفيت. الميزان حل عينيك مليح، عندك ورطه كبيره في الخدمه، لكن بقدره ربي باش تخرج منها لاباس وقوي وتتعلم درس كبير. العقرب عندك برشا مزايا تخليك متميز في خدمتك، استغل الشيء هذا مليح وحاول تتقرب من زملائك كل ما جاتك الفرصه. يا قوس، تعرف ازدهار عاطفي ومادي كبير، وهذا بفضل شريك حياتك اللي لا خلاك وحدك لا في الحزن ولا في الافراح، حافظ عليه. الجدي ماذا بيك تسمع كلام شريك حياتك، خاطر رايه مهم برشا وديما يفيدك وينفعك، ومن اكثر الناس اللي يحبوا لك الخير. يا دلو، تعلم سامح، مش كل مره يغلط معاك الحبيب تاخذ قرارات اكبر من لازم، حاول سايسه وحل المشاكل بالهداوه. الحوت اليوم جاي وجيب لك معاه نصيحه، رد بالك تتجاهلها واعمل بها واستفيد من التطورات اللي قاعده تصير لك. هذا برجكم شنو قال لكم اليوم سحروره، تقولكم استنوني غدوه في برجك شي قلك. برجك شي قلك.